ولد عام 1938، كرس حياته كلها للعمل، درس الحقوق وعمل محاميا لأكثر من 30 عاما، خبير قانوني مسؤول عن قضايا الدولة والبيئة، عمل جاهدا على العلم والبحث العلمي، بطل سوريا في السباحة الطويلة منذ 50ات القرن الماضي، عضو جمعية العاديات فرع اللاذقية، له دور كبير في توثيق تراث مدينته الأم جبلة. ضيف رحى اليوم الأستاذ طه الزوزو. أهمية التراث الشعبي في مدينة اللاذقية، ونحكي لمحة عامة عنه ونتعرف عليه أكثر. شكراً إليك. أولاً لابد من الحديث، قبل الحديث عن التراث في الساحل السوري، ذكر لمحة تاريخية عن المدن الساحلية السورية وخاصة اللاذقية وجبلة. فاللاذقية كانت من أهم المدن الساحلية إلى جانب أفاميا وأنطاكيا، وقد ورد ذكر اللاذقية في العهد الفينيقي باسم باريموتا أو راميتا، وفي العصر الحديدي سميت مزبدة تيمناً بزبد البحر، كما أطلق عليها اليونان لوكيه أكتيه أي الشاطئ الأبيض. وفي العصر الهلنستي بنى سيلوقس نيكاتور مدينة على أطلال راميتا أطلق عليها اسم لاوذقية تيمناً باسم والدته، إلى أن جاء الفتح العربي الإسلامي على يد عبادة بن الصامت الأنصاري فأطلق عليها اللاذقية، إلى أن جاء الصليبيون في عام 1108 فأطلقوا عليها لاليش، حتى عام 1287 عندما عاد الفتح العربي الإسلامي في عهد السلطان محمد ابن قلاوون على يد الأمير حبسان الدين طرنطاي فأعاد اسمها إلى اللاذقية إلى اليوم. أما جبلة فهي كانت تتبع مملكة أوغاريت، وقد ورد اسمها في الكتابات المسمارية جبعلة، حرف هذا الاسم في العصور الوسطى إلى جبالة، كما أطلق عليها المصريون القدامى كورنا والبيزنطيون زيبل. لقد غزت شعوب البحر كل من اللاذقية وجبلة شعوب البحر وسائر المدن الساحلية، ثم تعاقب على احتلال كل المدن السورية من الآشوريون والبابليون والبيزنطيون، ثم اسكندر المقدوني والفرس والرومان، ثم جاء البيزنطيون والصليبيون وأخيرا العثمانيون. إن هذه الاحتلالات تركت آثار على البيئة الإنسانية في الساحل السوري، في الساحل السوري. أما ما يتعلق بالتراث فمثل سائر الشعوب كان للمنطقة لشعب الساحل السوري أيضا كان له فولكلور الخاص به. من التراث أيضا كراكوز عواز. قبل كراكوز عواز بس كنت حابة أسألك عن أبو الزلف، شو هي قصة أبو الزلف؟ هذه أبو الزلف أغاني جبلية، هاي أغاني تراثية جبلية، وبالساحل السوري في هناك مئات عشرات من الأغاني التراثية، سالم وغيره وغيره، ليل وليا نزلت ليا لا تسبح، وعيونها سود وبتجرح، يا بحر الأبيض افرح حبيبتي فيك مرمية. هذه من الأغاني التراثية الجبلاوية والساحلية، وهناك الكثير من هذا التراث. أما كراكوز عواص
كراكوش عواز هو خيال الظل. جاءنا بمنتصف القرن التاسع عشر من الدولة العثمانية، وعندما جاء مدحت باشا ب 1887 ذهل من كسرة مقاهي اللي عم تقدم خيال الظل لسبب، ومنعها بسبب الكلمات البذيئة اللي فيها، قائمة على الكلمات البذيئة. كيف اليوم الناس بتندفع نحو الأفلام الخلاعية أو اللا أخلاقية؟ كانت ما كان في لا سينما ولا مسرح إلا مسرح القباني. وقت اللي إجا مدحت باشا منع كل كراكوز عواز وطلب من القباني تطوير مسرحه. بس بعد ما راح مدحت باشا رجعت هذه الكراكوز عواز. من أشهر الكراكوزيين كان بالساحل سليمان عبد اللطيف معماري، أصله من أرواد، إنسان بسيط جدا، ولكن بالخيمة وراء الخيمة لكراكوز عواز كان يتحدث باسم كل أشخاص الحفلات. أشخاص الحفلات كراكوز، ثم عواز، ثم المدلل، قريطم، الحمار كرش، الصبية وغيره. كان يتحدث باسمهم، وفي جملة من الحكاية، عشرات حكاية كراكوز عواز. وكان شخوص الكراكوز من الجلد يحركه هو من وراء الشاشة وتظهر على المتفرجين. الحكاية كثيرة. أيوة، أول حكاية حكاية كراكوز عواز. من التراث في هناك قصص تراثية. كان أهالي المنطقة الجبلة واللادية أي مناسبة من المناسبات كانت دغري يطلع من ناس أميين يطلعوا أهازيج ويطلعوا كذا. أعطيكي عدد من هذا تراث، ماذا من هذا التراث. مثلا كان الشيوخ وقت اللي يصير انحباس المطر مثل اليوم يعملوا صلاة الاستسقاء، ما يجي المطر، يروحوا الشباب المتنورين يعملوا لعبة من قماش. نحن كنا أطفال، كان يتحملونا إياها وندور بالحواري ونقول أم الغيث غيسينا، لا نسقي زراعينا، يا ربنا يا ربنا ابعث مطر لزرعنا، إذا الكبار مأذنبين نحن الصغار شو ذنبنا. ومعنا ناس يروح تدق البيوت ويرشوا طنجرة مي على اللعبة. أول يوم ما يجي المطر، ثاني يوم نضيف على هذا عروستنا مهمومة، يا ربي ردها مبلولة، عروستنا عطشانة، يا ربي ردها عرقانة. ونضل هيك ينزل المطر، يجي الناس تقول الله استجاب للصغار ما استجاب للكبار. ما في عنا شركات وطنية عم تهتم بالتراث. ما في ما في لا ولا مجلة. حبينا نحن نسلط ولا مجلة على هذا الشيء. ما في مجلة. شو رأيك في هاي الشركة هلا اللي نحن عم نسلط؟ كويس بس لازم تنتشر. طبعاً. لازم تنتشر وتعلن عن هالشيء، تعلن بأي واسطة إعلان لتشوف كتير ناس مثلي ممكن يقدم عندهم ويساهموا.